لقبوه بالسفروت بسبب جسمه الصغير وحصروه في أدوار معينة، منها الراجل المقهور أو المغلوب على أمره والمريض. هو الفنان عبد السلام محمد، واحد من أشهر كومبارسات السينما المصرية اللي كانت البلهارسيا السبب في انتشاره. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع مجلة الحياة. يوم 1 يوليو سنة 1934 اتولد الفنان عبد السلام محمد في حي شبرا، وهو صغير كان عنده هواية انه يقلد الضيوف بعد ما يمشوا، واللي كان بيشجعه على ده هو والده، فكان بيتفرج عليه ويقع على الارض من كتر الضحك. ودخل عبد السلام الكتاب وهو صغير، وبعدها راح مدرسة الامير فاروق، ولما وصل للمرحلة الثانوية قابل الفنان محمد رضا اللي شجعه انه يدخل الفن، بس نصحه الاول يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وفعلا سمع كلامه، لكن كان عدى من عمره سنين كتير لحد لما انهى الثانوية، وده كان بسبب التمثيل. واخيرا اتخرج من معهد الفنون المسرحية سنة 1959، وكان من ضمن زملائه مجموعة كبيرة من المشاهير زي كرم مطوع ورجاء حسين وعزة العلايلي وعبد الرحمن ابو زهرة. بدأ عبد السلام مشواره الفني بمشاركته في مسرحية الفرافير ليوسف إدريس، وكان معاه الفنان الراحل توفيق الدقن، وبدأ مشواره في السينما من خلال دور صغير في فيلم حياتي أنت سنة 1952 مع شادية وكمال الشناوي، وبعد جملة هتضرب أبوك يا حنفي اللي قالها لعادل إمام في فيلم حنفي الأبهة اتشهر عبد السلام. وفي نهاية التمانينات عمل إعلان مع الفنان محمد رضا بيوعي الناس عن مرض البلهارسيا اللي كان منتشر وقتها، وخصوصا في المناطق اللي موجود فيها الترع ومصارف المية في الصعيد والدلتا، واللي ساعده يجسد دور مريض بلهارسيا إن كان جسمه ضعيف، واتشهر بجملة طول ما ندي ظهرنا للترع عمر البلهارسيا في جتتنا ما ترعى. ورغم إن الإعلان كان بسيط، لكن اتفهم غلط وبقوا الشباب يدوا ظهرهم للترعة قبل ما يعوموا، ولما لقوا الناس فهمت غلط على طول عملوا اعلان تاني بيقول مش معنى الاعلان اننا ندي ظهرنا للترعة، لكن معناه اننا نتجنبها نهائيا. وكان عبد السلام فرحان جدا بالاعلان، وقال في حوار تلفزيوني ان البلهارسيا عملت اللي اعماله الفنية ما عرفتش تعمله وساعدته انه ينتشر والناس تعرفه. وشارك عبد السلام خلال مشواره الفني اللي وصل 23 سنة في عدد كبير من الاعمال التلفزيونية والسينمائية، فقدم اكتر من 175 عمل، منهم ضربة شمس، الغول، المتمرد، بيت الطالبات وغيرهم. وكمان قدم في الدراما مجموعة مسلسلات منها الوسية، القاهرة والناس، سيداتي آنساتي وغيرهم. واللي عدد كبير ما يعرفهوش انه شارك في الفيلم العالمي سفينكس سنة 1981 اللي بتدور احداثه في اطار من المغامرات عن عالمة مصريات بتلاقي نفسها في رحلة مليانة بالمخاطر لما راحت لأرض الفراعنة وواجهت السرقة والقتل والخيانة ولعنة المومياوات. ورغم ان عبد السلام اثبت انه فنان ويعتمد عليه، إلا إن مع الوقت بقت مساحة أدواره تقل لحد ما بقى متخصص في الأدوار الثانوية والمهمشة، لدرجة إن مفيش مرة قدم الدور الأول ولا حتى الدور التاني. وسنة 1992 عمل آخر أعماله، وهي نفس السنة اللي توفى فيها، فشارك في فيلم السرعة لا تزيد عن صفر مع الفنان أحمد بدير، وفيلم سمارة الأمير مع الفنانة نبيلة عبيد، ومسلسل الهاوية مع الفنان فاروق الفيشاوي. وفي يوم 27 يونيو سنة 1992 توفى الفنان عبد السلام محمد وهو في عمر 58، ويقال إنه أصيب بورم في الحنجرة وعانى منه لفترة طويلة، ولما ساءت حالته داخل مستشفى العجوزة لحد ما توفى. رحم الله الفنان القدير عبد السلام محمد. اكتبوا لنا في التعليقات أكتر عمل حبيتوه ليه، واستنونا في حلقة جديدة مع مجلة الحياة.